مديرة الإعلام والإعلان في نقابة أصحاب الصالونات في لبنان الشمالي، خبيرة التجميل السيدة راني عثمان. هل أحدثكم عن فراشة الربيع؟ عن أميرة رسمت درب الجمال بأحرف من ورد؟ هنا يتفتح الجوري على لمساتها، وتستفيق الشمس لتستمد من نهارها أهاريج الفرح. من الشمال بدأت رحلة الجمال عازفة على وتر الحياة. معها لا نحتسب الأيام ولا سنوات الزمن. رسالتها شباب متجدد تزرع وردها في كل مكان ليكون المدى لها ميدان حياة وجمال. راني عثمان صاحبة اللمسات السحرية، مهندسة الجمال، في عينيها إبداع الربيع العابر لكل الفصول، وفي فكرها شمس الحكمة وأسرار الإبداع. قلبها الخافق بحب الحياة رسالة حب على درب الباحثين عن الأمل. ما أجملك منارة بكل ألوان الجمال، ما أروعك تمسحين بأناملك السحرية وترسمين أبهى الصور. لك ألف مدينة من الاحترام، لك آيات ربيع الكلام، كل الحب. فتت بهيدا الدومين من 20 سنة بالضبط. كان حلم اني اصير خبيبة تجميل. هلا هو كان بحد ذاته يعني كان تحدي لاثبات شخصيتي، يعني لافرض حالي بهيدا الدومين، والحمد لله قلعت ومشي حالي كثير. بظرف 3 سنين صار عندي عالم اكثر بكثير ما بتخيل، والحمد لله قدرت اثبتت حالي بجداره، لانه الثقه والصدق بالشغل والبرودوي والتعامل مع العالم كلياته هيدا الناس بتطلبه، والتواضع بالشغل. يعني البيوتي سنتر عندي بتضمن اقسام كثير مهمه، عندي التاتو، الليزر، الحمام المغربي، المساج، عندي الحجامة، علاج بالإبر الصينية، عندي السكين كير، عندي اسم النيلز كمان جال وجلش أظافر، وعندي الهير الشعر والميك أب اللي هو أساسي كراني عثمان بيوتي سنتر. ليك أنا بحس إنه كل ست بتحب تكون مميزة، فلما بتجي لعندك وبتقصدك وبتعمل لك كل شيء، لأنا أنصحها الشيء اللي ممكن تحب، فلما أنا بعمل لها الشيء اللي هي بتحبه فهيدا الشيء كثير بيسعدها، فبتصير ست بتخبر ست وهيك الحمد لله. يعني أنا نجاحي وشهرتي هي من زبوناتي اللي بيخبروا بعضهم عني. هلا أنا بشتغل كمان عدب الميك أب كناشطة اجتماعية، بشتغل على دور تمكين المرأة بالمجتمع، فبما إني أنا تحديت حالي ونزلت مضنية على بيروت واشتغلت أثبتت حالي بقوة وكذا وهيك، كثير تعذبت كثير تحاربت لقدرت أثبتت حالي. بال 2017 أخذت منصب مديرة الإعلام والإعلام بنقابة أصحاب الصالونات، فكمان أثبتت دوري أكثر بهيدا المجال، فصرت عم معلم وبعت شهادات مصدقة من نقابة أو من الدولة. أخذت دروع مميزة من عدة مؤسسات، كان بالجيش أو لدعم الإمرأة أو لدعم المجتمع أو ست برزت حالها بالمجتمع أو من أصحاب المؤسسات اللي فتحوا وثبتوا حالهم بالبلد كإمرأة ناجحة بالمجتمع، واستقطبت عالم من كل المناطق تجي على طرابلس ويشوفوا إنه نحن مدينة الحياة والجمال بطرابلس. اللي بطمح له أنا إنه يكون عم برفع اسم بلدي من قلب بلدي. وبالنسبة لي كراني عثمان بيوتي سنتر بدي أقول لك ستات، جمالك نعمة والاهتمام فيه واجبنا، فتفضلي لعنا وشوفي الشغل عن كسب لنعطيكي أجمل شيء بتحبيه بكافة الاختصاصات، وأهلا وسهلا فيك.